الأب والابن والقدس الأب واحد أمين. إصحاح 22 من سفر الرؤيا مكمل لإصحاح 21. إصحاح 22 بيحكي لنا عن السماء من جوه. إصحاح 21 كان بيوصف لنا السماء من بره إنها مبنى ضخم وفوق وعالية وعلى جبل وليها أبواب وعلى كل باب واقف ملاك. إصحاح 21. إصحاح 22 هنخش في السماء عشان نقول إيه تفاصيل السماء، وده موضوع مهم قوي لأن ما كناش متخيلين جمال السماء مش هنضحي بأي حاجة أو نتنازل عن أي رفاهية أو شهوة عيون شهوة جسد تعظم معيشة عشان نروح السماء، لأن احنا مش عارفين السماء دي ايه. زي اللي ده أكلة حلوة وعارف إنها غالية فممكن يعزم حد بيحبه، مراته مثلا وليكن، يعزمها في نفس المطعم وتقول له غالية، يقول لها معلش بس أنا أصل جربتها وعارف إنها يعني تستاهل. فإذا ما كناش دقنا طعم السماء، المشكلة إنه لما جاي يوصف السماء لقى إن المنظر اللي شافه ما عندناش حاجة زيه، فبقى متلخبط في الوصف. زي ما تكون أنت مثلا في القرن المسيحي الأول وشفت مطار أرلاندا، في طيارات طالعة وباب الطيارة بيفتح وناس بتنزل من الطيارة وناس بتطلع الطيارة، وبعدين عايز توصف للناس اللي في القرن الأول الطيارات وهم عمرهم ما شافوا طيارات، فتقول لهم إيه؟ لقيت منطقة كبيرة فيها حمام كبير، في حمام لونه أبيض وفي حمام لونه أصفر فأزرق عشان تبع أساس، هتقعد تقول أي حاجة وهم برضو مش فاهمين أنت بتقول إيه. ولقيت ناس بتركب في الحمام وبعدين الحمام ياخدهم ويطير، مش كده الوصف هيبقى كده؟ لأن أنت بتوصف لناس ما شافتش حاجة. أنا بفهمكم هو إزاي بيوصف السماء اللي احنا ما شفناش حاجة زيها، فبعد شوية هتحس ان احنا مش فاهمين قوي. دي اسلوب. اسلوب تاني مش عارف يقول السماء دي ايه، فيقعد يقول لك ولا هي كده ولا هي كده ولا هي كده، امال ايه؟ مش عارف الاقي تعبير، يعجز اللسان عن التعبير. زي مثلا لما اجي اوصف لك حاجة كده انت عمرك ما شفت زيها لو انت مولود اعمى مثلا، وعايز اوصف لك العالم الوانه ايه وانت مولود اعمى، هقول لك ايه؟ هو في حاجه كده اصفر فازرق زي صليب، عارف علامه صليب؟ يقول لك لا. طب عارف ازرق؟ تلاقي نفسك في الاخر مش عارف تعمل حاجه. عشان كده هنحس في الاخر ان رغم ان احنا مش فاهمين انما فاهمين انها حاجه جميله جدا جدا جدا. نبتدي كده الوصف ويبتدي يقول ايه. يقول لقيت اول حاجه نهر صافي قوي، ولقيت جبل، لقيت شجرة. النهر الصافي دايما في الكتاب المقدس عشان يعبر عن النقاوة وان الحاجة مش متعكرة، يعني هو عايز يقول لنا ان السماء مفيش حد هيعكر عليك، فنهر صافي عمره ما يتعكر، بالك رايق، يعني عايز يقول كده. فيقول شفت نهر صافي، النهر ده عكس البحر. البحر جه ربنا يشبه الأشرار، قال لك الأشرار كالبحر المضطرب لا يستطيع أن يهدأ. ليه؟ لأنه يقذف دايما حمأ وطينا، دايما البحر بالمية المالحة بالغدر بتاعه بأنه يعلى وينزل ويهيج ويميج معناها أن ده شر. النهر دايما يرمز للروقان والصفاء والنقاوة والبيوريتي كده. فبيقول ايه؟ واراني. مين اللي كان بيوريه؟ الملاك اللي كان معاه مصاحب من اول الرؤيه. واراني نهرا صافيا من ماء حياه لامع كالبلور. النهر الصافي ده لما جه المسيح يتكلم عن الميه نلاقي ان في اباء قالوا ده ممكن يكون الاب نفسه، لان الاب نفسه قال ايه؟ قال مرة حفروا لأنفسهم أبارا مشققة لا تضبط ماء وتركوني أنا ينبوع الحياة. يبقى مين ينبوع الحياة؟ مين اللي كان بيتكلم؟ الله الآب. وتركوني أنا ينبوع الحياة اللي بفيض بمية نهر، وراحوا يحفروا لأنفسهم أبار مشققة. ومرة المسيح قال للسامرية من يشرب من هذا الماء يعطش، لكن من يشرب من الماء اللي أنا أعطيه. هنا المرة دي النهر جاي منين؟ من المسيح.
ويقول لك في مرات تانية يقول لك إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، ومن آمن بي تجري من بطنه أنهار ماء حي، قال هذا عن الروح القدس. يبقى مرة يجي الكلام عن النهر على إنه الآب، أو إنه نابع من الآب، ومرة نابع من الابن، ومرة نابع من الروح القدس. نقدر نقول زي ما قالوا بعض الآباء، اعتبروه طالع من الثالوث، طالع من الله. إيه بقى اللي بيفيض من الله من الثالوث ده؟ صفاء، صفات النهر الصافي، كل حاجة نقية، كل حاجة حلوة. فشاف في السماء نقاوة وصفاء لم يرى مثلهم، خارجا من عرش الله، الله قاعد على عرشه وهي خارجة من الله برضو. والخروف، لما يقول الخروف يعني قصده المسيح المتجسد، لما تجسد في زمن التجسد سميناه الخروف لأنه حمل واتذبح عندنا فبقى اسمه الخروف. فلما يقول الخروف في السماء، ايه الخروف في السماء؟ يعني المسيح القائم من الأموات بجسده، مش قام من الأموات وصعد للسماوات وموجود في السماوات. فلما يقول الله والخروف يعني المسيح القائم من الأموات في وسط سوقها وعلى النهر من هنا ومن هناك شجرة حياة. فاكرين شجرة الحياة دي جسرتها امتى؟ في سفر التكوين. امتى؟ لما قال له ما تاكلش منها، وهو سمع كلام مراته والاتنين اتطردوا بره. وبعد كده جاب كروبيم قال له محدش ياكل تاني من شجرة الحياة. شجرة الحياة دي بترمز للمسيح نفسه. وممكن كمان شجرة الحياة اللي هي قال له محدش يقرب منها بترمز للتناول بتاعنا اللي هو المسيح اللي احنا بناخده في التناول. عشان انت في حالة عصيان ممنوع تقرب، عشان كده لما يكون واحد في حالة خطية ومش بيتوب ويجي يتناول يقول له لا ممنوع. فشجرة الحياة موجودة فين؟ قال لك موجودة في السوق وموجودة على جانبي النهر. وطبعا ده أكبر دليل إن هي مش شجرة حقيقية، يعني اللي هي شجرة الحياة واحدة مش هتكون على السوق وعلى قصده المسيح موجود في كل مكان في السماء. يعني عايز يقول السماء يملأها المسيح والله، وهو أهم حاجة في السماء. ولما وصفها وقال لامع كالبلور، عايز يقول البلور ده صلب جدا. فلامع كالبلور يعني عايز يقول ايه؟ ان نهر صافي وصلب جدا، مفيش حاجة هتعكره. ما احنا ممكن ان احنا نشوف فترة من الصفاء والنقاوة، بس تبقى فترة وترجع الدنيا تتعكر وتتشقلب. لكن هو عايز يقول على طول بلور بقى، يعني نقاوة وثابتة ناشفة، مش بلور شوية مية تهزهم يتعكروا، خلاص هتفضل النقاوة دي مستمرة للأبد. زي ما انتوا شايفين كل تعبيرات عشان يعبر عن ان السماء فيها نقاوة، والله بيفيض على كل اللي فيها من كل مكان بالنقاوة والصفاء. بس شايفين التعبير؟ ولا تكون لعنة وورق الشجر لشفاء الأمم. الأمم اللي هم الشعوب اللي آمنوا فبقوا من المخلصين ودخلوا السماء. ثمار الشجرة تثمر فينا، يشير للسلام اللي هننعم بيه في السماء. هيبتدي يقول شوية صفات في السماء. في ناس برضه ماري فرام السورياني قال على فكرة ما دام شجرة يبقى خشب، يبقى الخشب صليب، يبقى ده الصليب اللي بتنبع منه كل البركات. يعني كل اللي آمن بالصليب وكل اللي احتمى في الصليب هياخذ كل النقاوة وكل الصفاء وكل البركات اللي جت من الصليب، زي ثمار الروح القدس كده، محبة وفرح وسلام ووداعة ولطف، زي الثمار اللي جاية من الصليب والتمتع ببركات الخلاص. ده تأمل لماري فرام السورياني وبعض الآباء الأولين. في السماء هيكون في سعادة دائمة. هنا ممكن يكون في سعادة لفترة وبعدين يجي لك خبر، تبص في رسالة، تبص في ايميل، تتعكنن مثلا، يعني اي حاجة، تسمع خبر يضايقك، فالسعادة ما تدومش. لكن هو هناك مش حدش يغير السعادة. فحب يعبر يقول ايه؟ لا تكون لعنة. ولاحظ انه استعمل اسلوب النفي، هو مش عارف يوصف السماء، قال مفيش لعنة، الأرض فيها لعنة من ساعة ما آدم اتطرد هو وحواء، وقال له ملعونة الأرض بسببك، تتعب وكل حاجة فيها ألم ووجع والعيشة صعب، ولغاية ويجي لك مرض وتشتكي من المرض وتتألم وتبقى خايف تموت، كل اللعنة دي مش موجودة. وعرش الله والخروف يكون فيها.
الخروف يعني صورة لناسوت المسيح، وعبيده يخدمونه. طب احنا هنخدم في السماء المسيح القائم من الأموات، هنخدم ازاي؟ يعني هنعمل قداس؟ لا، أمال ايه نوع الخدمة؟ زي خدمة الملائكة، الملائكة بيخدموه ويسجدوا له ويسبحوا له، فرحانين بوجوده. عارفين لما يكون عندنا ضيف مهم كده ونلاقيه فرحانين وعمالين نزغرط، بقينا قاعدين مع المسيح وعمالين نسجد وشوية نفرح وشوية نزغرط ونسبح زي الملائكة. ما الملائكة كانت شغلتها تسبيح على طول. وهم سينظرون وجهه واسمه على جباههم. هنشوف المسيح بقى واسمه على جباههم. اسمه على جباههم يعني ايه؟ احنا يعني محفور في مخهم وهو كل تفكيرهم في المسيح. في السماء مفيش حد بيفكر في حاجة تاني. احنا ممكن هنا نقعد شوية في القداس او في الوعظ او انت بتقرأ الانجيل تفكر في السماء وتستمتع كده، وبعد شوية تفتكر اللي وراك. ده انا لازم اقوم اشوف الغسيل، لازم اقوم اشوف بكرة الفاتورة دي ما اتدفعتش، ولازم مش عارف احضر اكل عشان الولاد عايزين سندوتشات. وتلاقي نفسك يعني افتكرت المسيح شوية، وبعد شوية افتكرت 100 حاجة تانية لازم تعملها، وكأن ذهنك ده في حاجات كتير تقعد المسيح شوية لكن مليان مكركب. لكن هو هنا بقى بيقول لك في السماء مفيش على جباه، مفيش في مخك غير المسيح، لا بتفكر في أكل ولا سكن، كل الاحتياجات المعيشة ولا إقامة. لا، الإقامة خلاص أخدنا الإقامة الدايمة فوق بمنتهى السهولة يعني، أو بعد الطريق الضيق. لكن خلاص ما عدتش تفكر في أي مشغولية من أي نوع، ما فيش على جباههم غير المسيح وكل ما يخص مخك. ما بيفكرش في حاجة تاني، ما مش بتفكر هنعمل إيه بعد كده. ولا يكون ليل هناك، ولا يحتاجون إلى سراج أو نور شمس، لأن الرب ينير عليهم وهم سيملكون إلى أبد الأبدين. طبعا الشمس والقمر راح، فما بقاش فيه الليل والنهار. وكلمة ليل برضو، حتى اللي بيغنوا في الطرب يقصدوا ايه بالليل؟ الحزن والشجن والمصايب، الاحزان يعني بضيقاته. فاحنا ما مش هيكون في اي حزن من اي نوع. تعبير تاني انه خلاص اي ضلمة من اي نوع مش هتبقى موجودة. ليه؟ المسيح بنفسه، المسيح نور. مش نقصد نور يعني لمبة كهرباء منورة، نور يعني حق، مفيش اي باطل. نور يعني يعني حاجة ظاهرة جدا تشوفها تخلي عندك بصيرة وتخليك شايف، ما عدتش هتبقى في الظلمة. الدنيا لما بتظلم بتتكعبل وتغلط، خلاص ما عادش في فرصة ان انت تسلك في ظلام. وقال لك اللي بيبغض اخاه فهو سالك في الظلمة ولسه بيلخبط. خلاص هتبقى في نور فكري، فكرك مستنير. ثم قال لي هذا الأقوال الأمينة وصادقة، والرب إله الأنباء والقديسين أرسل ملكه ليري عبيده ما لابد أن يكون سريع. هذه الأقوال أمينة وصادقة. الملاك قال لي بص، اللي بقوله لك ده هيحصل. ليه؟ والآية اللي بعدها يقول لك وأنا يوحنا كتبت الكلام ده. لأن في تشكيكات كتير هتقول لك يا عم أنت هتقعد تقول لنا كلام وتسرح بينا، مفيش حاجة. ده بعد ما الواحد يموت خلاص هيروح في التراب ومفيش حاجة بعد كده، نلحق نتفسح وناكل ونشرب عشان بعد ما نموت مش هنعرف ناكل. نقول له لا، اللي بقوله ده صح. طب ايه الدليل انه صح؟ هو يوحنا بيستشهد بيقول انا الرب اله الانبياء والقديسين ارسل ملاكه ليري عبيده ما لا يبد ان يكون. الفكرة دي موجودة في ذهن الله من زمان، انه يقعد ويشرح لنا ايه اللي هيحصل. بص يا ابونا ابراهيم، انا ناوي احرق سدوم وعمور، يقعد يفاصل معاه. بص يا ابونا نوح، انا ناوي اغرق الناس، طب اقول لك قول لهم عشان يغرقوا. ففكره ان الله يحكي لنا عن اللي جاي فكره قديمه قوي. بصوا انا هقول لكم يا جماعه، الانبياء كلهم قعدوا يتنبؤوا انتم محتاجين لمخلص اسمه المسيح، سيولد مخلص. والانبياء يقولوا هيجي مخلص، ونبوات تقول هيجي من بيت لحم، ونبوات تاني تقول هو ذا العذراء تحمل وتلد ابنا، ونبوات كتير. وبعدين حصل ايه في اخرة النبوات؟ تحققت النبوات ولا طلع كلام مش صح؟
ده حقيقي. نبوات تانية تقول المسيح هيتصلب كشاة سيقة إلى الذبح، عملوا مسامير في إيدي ورجلي، مش كده؟ وهو المسيح نفسه يقول لهم خلوا بالكم، ينبغي ابن الإنسان أن يصلب ويقوم بعد 3 أيام. حصلت إيه في النبوات اللي عن الصلب؟ تمت ولا زرعت في شنك؟ تمت. طب حصل إيه في النبوات اللي عن القيامة؟ كل نبوات القديسين تمت. طب هو بيقول الكلام ده هنا ليه؟ بيقول لك الكلام اللي بقوله ده هيحصل، زي ما قلت لكم ان هتولد وهتجسد وهتصلب وهقوم وكل ده حصل، اديني بقول لكم دلوقتي انا جاي تاني وهدين، يبقى هيحصل ولا انا بتكلم كلام؟ لا برضه مش عايز تصدق، انت حر بقى. انا قلت كلام كتير قبل كده وحصل، لما دلوقتي اقول كلام المنطق يقول ايه؟ لا خلاص، ما دام كل اللي قلته قبل كده حصل وانت دلوقتي بتقول ان انت جاي على سحابه وهالدين، يبقى انت جاي على سحابه ودين. مفيش مجال ان انا انكر واقول لا، لان كل اللي قاله لنا المسيح وكل اللي قاله لنا الانجيل في النبوات اتحققت، يبقى اللي جاي هيحصل. يبقى ايه قيمه الكلام ده؟ انها بتدينا ايمان راسخ انه حصل. ما انت قلت قبل كده كل ده وحصل. لما تقول لنا ان في اواخر الايام جاي واحد اسمه المسيح الكذاب وجاي واحد تاني اسمه الوحش، يبقى هيحصل، يبقى مفيش مجال ان انا اشك، تدينا مصداقية للموضوع. فبيقول ايه بس جملة ليري عبيده ما لا يبد ان يكون سريعا. وهنا كلمة سريعا تقول سريعا ايه بقى؟ من 2000 سنة بيقول انا جاي وهاجي وهدين وتقول لي سريعا؟ خلاص بقى يحيينا ربنا. سريعا دي ممكن تكون بكذا طريقة، ممكن انت اللي تروح له يبقى بالنسبة لك جات سريعا. هو يعني ولازم هو اللي يجي؟ ما هو انتهت حياتك، خلاص انتهت حياتك سريعا، وانت طفل وانت شاب وانت في العقد الرابع الخامس السادس زي ما معظم الناس بتموت، انتهت حياتنا سريعا. يبقى هنروح لربنا، يبقى بالنسبة لنا هو جه ولا او احنا رحنا، المهم تقابلنا سريعا. ده رأي. وكلمة سريعا برضو زي ما بطرس الرسول قال يوم كألف سنة وألف سنة كيوم، فجاي السريعا دي تكون ايه؟ مش عارفين. وأنا يوحنا، وهنا بيأكد إن هو اللي كتب ليه، علشان يأكد أهمية الكلام اللي هيقوله والتشكيك فيه كتير فلازم تصدقه. يعني بولس الرسول ما كانش يكتب رسالة وفي آخرها هيقول إيه؟ وأنا بيدي بولس كتبت، عشان تصدقوا الكلام ده، لحسن حد يقول أي كلام وتقوموا مش عارفين الكلام ده تعملوه ولا لأ، بولس اللي كتب الكلام. فهو هنا بيقول انا يوحنا، رغم ان يوحنا طول انجيل يوحنا تقريبا ما جابش اسمه الا في حته كده صغيره، وطول رسائل يوحنا ابتداها من غير ما يقول انا يوحنا، بس قال الذي رايناه ولمسناه وايدينا وشفناه اختبرناه، ابتدى يتكلم. لكن هنا بيأكد عشان الكلام ده كلام خطير وهيتعرض لتشكيك كتير، فبيقول انا يوحنا الذي كان ينظر ويسمع، وحين سمعت ونظرت خررت لاسجد امام الملاك. هو عارف انه ملاك، ولكن لما سمع الكلام ده قام سجد ليه غالبا احتراما، فراح الملاك قال له لا. او في رأي تاني بيقول لك يمكن كان فاكره من كتر بهائه ان هو ده المسيح بنفسه اللي بيكلمه او الله اللي بيكلمه فسجد ليه، فقال له لا، ده انا ملاك زيك، انت انسان وانت رسل من رسل المسيح وانا ملاك، ما يصحش تسجد لي. بس دي تردلنا على بدعة مهمة قوي، في ناس اسمهم الغنوصيين طلعوا فكرة كده تخريف في تخريف، قال لك الله الآب ده أيون، وأيون ده انبثق منه أيون تاني، والأيون التاني ده انبثق منه أيون تاني، طلع منه الملائكة، والملائكة انبثق منها أيون جه المسيح، بدليل الآية اللي بتقول عن المسيح أنقذته قليلا عن الملائكة. فهمتوا اللخبطه جت منين؟ مسكوا في الايه دي وقال لك يبقى الايون الاب، عشان احنا ما نقدرش نشوف الاب وما نقدرش نشوف المسيح مره واحده، فقام يعني بقى ملائكه، وبعد ما بقى ملائكه قام بقى المسيح، تخريف في تخريف. مهم ان هذه الهرطقه نادت الى عباده الملائكه، قالوا يبقى احنا عشان هنعبد المسيح الاول لازم نعبد الملائكه، لان المسيح اقل من الملائكه فلازم نعبد الملائكه. طبعا الفكره كلها تخريف في تخريف، بس الفكره دي ان هو لما جه يسجد للملاك الملاك قال له ما تسجدليش، يبقى ازاي في بدع تطلع تدعو لعبادة الملائكة من بس الآية دي؟ ما ينفعش ان نسجد للملائكة، يعني في ناس بتعبد الملائكة، نقول لهم الآية دي لوحدها لما جه يوحنا يسجد للملاك قال له ما ينفعش. ده المسيح او الرب قال للرب إلهك
تسجد وياه وحده تعبد. فرد قال له ايه؟ انظر لا تفعل لاني عبد معك ومع اخوتك الانبياء الذين يحفظون اقوال هذا الكتاب، اسجد لله. كلام واضح قوي. وقال لي لا تختم اقوال نبوه هذا الكتاب لان الوقت قريب. قريب دي بترجعنا برضو لنفس فكره سريعا، الوقت قريب، ما تقفلش يعني، ما تخلصش الكلام ده. ليه؟ اصل كان زمان لما يكتب يقول لك قد تم، قلت النبوه بتاعتي، قال له لا ما تقولهاش. ليه؟ لان انت على ما تقولها هتخلص. لاحظوا ان في سفر الرؤيا في حاجات كتيره منه تحققت الى الان. مش قال هيجي فرس ابيض وبعدين هيجي فرس احمر وبعدين فرس اخضر؟ مش الافراس دي عدت علينا؟ فرس الابيض اللي هو عصر الرسل، والاحمر عصر الدموي بتاع الرومان، وبعدها عصر البدع والهرطقات والاسود مش فاكرين؟ ما فيش داعي تكتب عشان الحكايه ماشيه بسرعه. طبعا بسرعه نسبيه يعني، احنا خدنا قرون في الكلام ده. وقال لي لا تختم أقوال نبوة هذا الكتاب لأن الوقت قريب. بصوا الآية اللي بعدها تثير للخبطة شوية. من يظلم فليظلم بعد، ومن هو نجس فليتنجس بعد، ومن هو بار فليتبرر بعد، ومن هو مقدس فليتقدس بعد. النص التاني واضح. من هو بار يعني اللي كويس خليه كويس، ومن هو مقدس فليتقدس. دي زي ما انت تعدي تلاقي ابنك سهران بيذاكر عشان الامتحان، تقول له يلا برافو شد حيلك واسهر، يقول لك ما انا سهران اهو. بس انت بتشجعه وبتقول له نفس الكلام. مثلا لما تلاقي واحد بيصوم يقول له برافو عليك برافو عليك بتصوم صوم، طب ما انا صايم، بتشجعه عشان صايم. امال بقى هي يعني شويه اللي عايزه توضيح، من يظلم فليظلم ومن يتنجس فليتنجس، هل دي دعوه للظلم وللنجاسه؟ لا طبعا، بس هي عامله بالظبط كده زي التعبير اللي انا هقوله ده. أدينا قلت لكم كل حاجة، اللي عايز يبقى كويس يبقى كويس، واللي عايز يبقى وحش خليه وحش. هل معناها إن أنا عايز أقول لك خليك وحش؟ من يتنجس فليتنجس ومن يظلم فليظلم. أديني بقى شرحت لكم سفر الرؤيا من الأول للآخر، وقلت لكم الأشرار هيترموا فين؟ في البحيرة المنتقدة نار، ووصفت بشاعتها وقعدت أخوفكم، وأديني وضحت لكم جمال السماء وما فيهاش وما فيهاش وما فيهاش. وبعد ما شرحت لكم كل حاجة، أنت حر بقى، اللي عايز يبقى كويس خليه كويس، واللي عايز وحش خليه وحش. مش معناها إن أنا بقول خليه وحش، هو حر بقى، بمعنى عقله في راسه يعرف خلاص. أديني وضحت كل حاجة، من يظلم فليظلم ومن يتنجس فليتنجس. يعني اللي عايز، اللي لسه فرحان انه بيظلم ومكاسب اللي بياخدها من الظلم خليه، بس هو اللي هيندم. ونفس الكلام على النجاسة، ونفس الكلام من هو بار، خلي القديس قديس، لانه هيجي وقت هيحس بقيمة صومه وصلواته وترفعه عن العالم. وخلي المقدس مقدس، لانه هيجي وقت وهيكافئ. زي ما كل الكلام اللي قلته عن كل النبوات تمت، اديني بقول وهو الكلام هيتم. فانتوا حرين بقى، كل واحد يعمل اللي هو عايزه، ده معنى الكلام. وها انا اتي سريعا واجرتي معي، برضو سريعا نفس الكلام، ما هو سريعا دي نسبية. انا اتي سريعا ممكن بالنسبة لواحد شاب اتي سريعا ومات، واجرتي معي، وده تأكيد ان زي ما قلت كل حاجة وتمت انا هاجي وهكافئ. خلوا بالكم في مكافأة. الشيطان بيحاول يقلل من جمال السماء، ويحاول يعني ياخد لك موضوع بشاعة النار بطريقة بسيطة كده، بحيث ما تخافش يعني، ما هنبقى كلنا مع بعض يعني في النار. الموضوع يتخب بضحك. الموضوع مرعب، الموضوع مرعب، زي ما كان في الإصحاحات اللي قبل كده. وجمال السماء ما يتوصفش من جماله. فالشيطان نفسه ياخد أكبر عدد، فعمال يقلل لك من جمال السماء، وبرضه يقلل لك من بشاعة جهنم، عشان يعني تفتكر الموضوع مش فارق. بيقول لك انا جاي واجرتي معي، وهجازي كل واحد، بصوا، كما يكون عمله مش كما تكون نيته. يعني في ناس، صدقني انا نفسي اجي احضر كل قداس، ونفسي احضر كل اجتماع، ونفسي اقرا في الانجيل كل يوم، نفسي، بس بتعمل حاجة؟ لا، المكافأة والعقاب مش على اللي في نفسك، على اللي عملته. مفيش حاجة اسمها انا نفسي، انا نيتي. هنا الأعمال مش بالنيات. مفيش حاجة اسمها الأعمال بالنيات. لأن طوبى للذين يصنعون وصايا لكي يكون سلطانهم على شجرة الحياة، ويدخلون من الأبواب إلى المدينة. فكان الإصحاح اللي فات يدخلوا من الأبواب المدينة، لأن في ملائكة واقفة على الباب تمنع لستة الممنوعين. فاكرين لستة الممنوعين؟ لا كذا ولا كذا ولا
الى اخره. في لست ولا كذبون جميع الكذبة، في لستة ممنوعين هيعيدها تاني بعد شوية. طوبى الذين يصنعون وصاياه. مرة تانية بقول يا بخت اللي هينفذ. ليهم سلطان على شجرة الحياة. شجرة الحياة هي رمز المسيح، يعني لهم الحق أن يستمتعوا بجمال المسيح في السماء، هي معناها كده، لهم الحق أن يتمتعوا بشجرة الحياة. لأن خارجا اللي ما دخلوش قال الليستة بس زود عليها حاجة اللي هي الكلاب. ايه الكلاب دي؟ اللي جم الليستة اللي بعد كده جت السحرة والزناة والقتلة وعبدة الأوثان وكل من يحب ويصنع كذبا. قالها بس بطريقة تانية. أولا الكلاب اللي بره، الكلاب دول اللي هم آمنوا بالمسيح وارتدوا، زي الكلب عاد لقيئه بعد ما عرف المسيح، جحد الإيمان وساب المسيح. أو اللي بيهيجوا الحكام تنهش زي الكلاب في المسيحيين، زي اليهود في بعض المواقف كانوا يروحوا عند الرومان ويهيجوهم ضد المسيحيين عشان يضطهدوهم بأبشع التعذيبات كالكلاب، يعني بيهيجوهم ينبحوا كالكلاب فيهيجوا الناس على المسيحيين اللي هم مضطهدين. يعني ده تفسيرين لكلمة الكلاب. وبرضه بتقال عن المسيحيين مرتدين أكتر، لأنها مثل كلب عاد إلى قيئه. لأن خارجا الكلاب والسحرة والزناة بكل أنواعهم والقتلة، ودي فيها البابا شنودة شرح 10 أنواع من القتل، مش بس القتل هو إن أنت بموبح بسكينة، أنت لما تشهر بواحد بسمعته، لما تتكلم على واحد، لما تقتل واحد بإنك تدمره نفسيا، لما تظلمه ويحس بالقهر، إلى آخره. أنواع من القتل، كل ده أنواع من القتل. وكل من يحب ويصنع كذب. يصنع كذب دي مفهومة، لكن إيه يحب الكذب؟ في ناس بقت بتحب تكذب، الموضوع بقى يعني متعة، تحب تكذب. تقول اتأخرت ليه؟ يقول لك اسكت أنا جاي، العربية فرملت قدامي، اتخضيت، أغمى عليا، ودوني مستشفى، عملوني أشعة، وقعدت تعرف الأكيوت، وقعدت في الأكيوت، وبعدين الحمد لله جيت. هو أساسا جاي متأخر، مفيش، هو اختلق قصة فيلم، يعني مش كذبة واحدة، تأليف في تأليف. وأنا يسوع أرسلت ملاكي لأشهد لكم بهذه الأمور على الكنائس. أنا أصل وذرية داود كوكب الصبح منير. أنا يسوع أرسلت ملاكي. المسيح بعت الملاك عشان يوريله لأشهد. مين اللي يشهد؟ المسيح يشهد. لما كانوا بيحكموا المسيح قال له انت اللي هتشهد عن نفسك وتقول ان انت الله؟ ينفع انت تشهد لنفسك مش تجيب حد يشهد لك؟ طب انت بتقول على نفسك الله. طب قال لهم ايوه انا من حقي اشهد على نفسي، لان انا عارف جيب منين ورايح فين، انتم مش عارفين جايين منين ورايحين فين، اما انا فاعلم من اين اتيت والى اين اذهب. وعلى فكره الاب يشهد لي وكل أعمالي تشهد ليا، وأنا كمان من حق أشهد لنفسي. فمن حق الله أنه يشهد لنفسه، هو شهد لنفسه، كل المعجزات اللي عملها تشهد لي أنه هو الله، أعمالي تشهد ليا، والآب أيضا يشهد لي. أنتوا مش مصدقين ليه؟ أرسلت ملاكي لأشهد لكم بهذه الأمور عن الكنائس. أنا أصل وذرية داود. هو المسيح ابن داود ولا أصل وذرية داود؟ هو ابن داود بالجسد، يعني من ناحية النسوت ابن داود، ولكن أصل طبعا وذرية داود وكل الخليقة، فمن ناحية اللاهوت هو أصل العالم كله، إنما من ناحية النسل الجسدي جاي من داود. ودي مرة المسيح دخل معاهم الهيكل وقال لهم طب قولوا لي فسروا لي يعني إيه قال الرب لربي، مش أنتوا حافظين المزامير؟ قال الرب لربي اجلس عن يميني. هو في اتنين رب؟ معرفوش يقولوا حاجة. قال لهم افسر لكم انا دي يعني ايه قال الرب لربي اجلس عن يميني. قال لهم هي ببساطه الرب الاب والرب تاني الابن. المسيح تجسد بقى الابن المسيح، فالرب اللي هو الاب قال لربي اللي هو المسيح. داود اللي بيقول بقى قال الرب لربي، قال الرب الاب لربي الابن اجلس عن يميني. سهله قوي. المسيح
صعد وجلس عن يمين الآب. فنقدر نقول قال الرب، داود يقول قال الرب اللي هو الآب لربي الابن اجلس عن يميني. طبعا هم ما فهموش حاجة ساعتها في الهيكل، وكانوا عايزين يضربوه بالحجارة وخلاص، بس هو سألهم سؤال، قال لهم طب مش انتوا حافظين المزامير؟ قولوا لي يعني ايه قال الرب لربي؟ ازاي انا اصل وذرية داود، وازاي انا ابن داود؟ احنا عارفين انت ابن مين، انت ابن مريم، يبقى ازاي تبقى انت اصل داود؟ فهو بيقول لهم انا اصله لان انا الرب وانا من نسله. مفهوم ولا يعني مش صعب؟ كوكب الصبح المنير، دي تعبيرات جت على المسيح. انا يا كوكب الصبح المنير جت عن الله، المسيح يشرق على كنيسته، عشان كده يسمو كوكب الصبح، زي ما الشمس بتطلع الصبح إذانا بمشرق الشمس لتنتهي، أو لينتهي الظلام يعني. والمسيح كوكب الصبح لما يطلع إذانا بنهاية العالم، انتهى ظلام العالم، ويأتي المسيح في نهاية العالم. والروح والعروس يقولان تعالى، الروح اللي هو الروح القدس والعروس اللي هي الكنيسة بيقولوا تعالى. تعالى لمين؟ للمسيح. تعالى بقى كفاية تعبنا بضيقات وألم على الأرض، تعالى سريعا. أو الروح القدس جوانا والعروس اللي هي الكنيسة بتقول للخطاة سيبك من الخطية وتعالى. يعني التفسير التاني، الروح القدس جوانا يقول للخطاة تعالى، أو الكنيسة اللي هي العروس تقول للناس تعالى، والروح والعروس يقولان تعالى. ومن يسمع، اللي بتسمعه السفر ده يقول تعالى للمسيح أو للخطاة. ومن يعطش فليأتي، من يعطش مش مية، من يعطش لربنا الارتواء من الله. ومن يرد فليأخذ ماء حياة مجانا، واللي عايز ياخد المية ببلاش. فاكرين لما قال السامرية أنا أعطي العطشان مجانا؟ على فكرة هو في كل حوار السامرية في الآخر ما خدش منها مية، وكان كلها أنا عايز أشرب كده عشان يتكلم معاها، لكن في الآخر ما شربش. فهو بيقول لها من يعطش مجانا، ومجانا ليه؟ يعني أنا بديك كل حاجة وببلاش، كل البركات والنعم ببلاش وأنت مش عايز تيجي. والشيطان والعالم بيقدم ليك كل حاجة بتمن غالي وبضاعة فاسدة وبتتخانقوا عليها. دي زي رؤية شافها واحد من القديسين، شاف كده انه طلع فوق فلقى مطعم بيبيع اكل جميل قوي وريحته حلوة ومفيش حد خالص، ومكتوب اتفضل خش كل ببلاش زي ما انت عايز، محدش عايز يدخل. ومطعم تاني قدامه على الناحية التانية بيبيع اكل ريحته من العفونة طالعة، واكل صعب جدا ومنتن وسيء جدا والتمن غالي قوي، والناس واقفة ضرب طوابير. فوقف يقول ايه لا ايه 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 اللخبطة دي؟ فسمع صوت ملاك بيقول له في رؤيا لأحد القديسين، قال انت متلخبط ليه؟ المسيح بيقدم كل حاجة جميلة جدا 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 وببلاش، والشيطان بيقدم بضاعة فاسدة وتمنها غالي قوي والطابير عليها قد كده، المخدرات، بضاعة سيئة وبتدمر الإنسان من كل النواحي وتموته، والناس واقفة تتاجر في المخدرات، وأعلى فلوس من تجارة المخدرات، وأعلى فلوس من تجارة الجنس، وأعلى فلوس من على المال والقتل والأسلحة، كلها حاجات وحشة جدا، وهي التصارع العالمي كله عليها، والمسيح بيقدم فرح وسلام ومحبة ومش عارف ايه، محدش عايز حاجة. مستغرب ليه؟ فهو هنا بيؤكد على ان انا بعطي مجانا، خلي بالك انا هديك مش هتخسر حاجة. انت ليه فاكر ان انت هتدفع كتير؟ ده انت هتاخد ببلاش، ده انت هتدفع دم قلبك وهتخسر كل حاجة في العالم يعني. بيقول هنا ايه؟ لاني اشهد لكم من يعطش فليأتي ويأخذ مجانا، لأني أشهد لكل من يسمع أقوال نبوة هذا الكتاب، إن كان أحد يزيد على هذا يزيد الله عليه الضربات المكتوبة في هذا الكتاب. في ناس اتهمت الكتاب المقدس إنه محرف. طيب محرف، فين الكتاب الأصلي؟ يقولك معرفش. لا أنت ما تجيش تقول لي أي كلام، ما تجيش على واحد مثلا
كويس وتقول له لا انت وحش. طب وحش وريني وحش ليه؟ ما هو ادعاء كده وخلاص. الكتاب محرف، طب فين الكتاب الاصلي عشان نشوف ايه الفرق بين داون ونرد عليك؟ ما عندوش كتاب اصلي. طيب هو المسيح هنا بيقول وانا بنفسي هضمن عدم تحريف الكتاب، واللي هيحرف حاجه هزود عليه العقاب. بص بيقولها ازاي، ان كان احد يزيد على هذا يزيد الله عليه الضربات المكتوبه، فاكرين الضربات المكتوبه وبشاعتها، وان كان احد يحذف من اقوال هذا الكتاب من هذه النبوة يحذف الله نصيبه من سفر الحياة. يعني الله يقول أنا ضامن بنفسي إن محدش هيزود ولا ينقص على الكلام ده. ومن المدينة المقدسة والمكتوب هذا الكتاب، كأن الله يحذر من تحريفه ويضمن إن هو نفسه. يقول الشاهد بهذا، نعم أنا آتي سريعا، أمين تعالى. الشاهد هو الرب يسوع نفسه. يقول المسيح، نعم أنا آتي سريعا، تعالى أيها الرب يسوع. نعم المصادقة على كل، نعم أيوة كل اللي قلته صح، مصدق إنك قلت إن هيحصل وهيحصل وهيحصل. نعمة ربنا يسوع المسيح مع جميعكم أمين. دي آخر كلمة في العهد الجديد، النعمة اللي حصلنا عليها بالمسيح، وختام للكلام كله. وكأن الختام في آخر الإصحاح بشجرة الحياة اللي بدأنا بيها سفر التكوين. سفر التكوين بدأ بشجرة الحياة وإن هم متمتعين بيها، وبعدين انطردوا وانتهينا إنهم رجعوا تاني لشجرة الحياة، أو رجع بني آدم التاني الذين آمنوا بالمسيح ليستمتعوا بشجرة الحياة وليكون لهم سلطان أن يفرحوا بالمسيح إلى الأبد. نعمة ربنا يسوع المسيح مع جميعكم. هذه النعمة حصلنا عليها بدم المسيح. وآخر كلمات العهد القديم كان يقول إيه، لئلا آتي وأضرب الأرض بلعنة. وكان قبل المسيح وفدائه، فآخر كلمة في العهد القديم لعنة بسبب الخطية، وآخر كلمة في العهد الجديد نعمة بسبب الفداء. لإلهنا كل المجد والكرامة للأبد.